رواحل ترشدنا وترسم نهج الهدى، تنير صحائفها لنا يومنا والغدا، بكل دروب الحياة نرى ضوءها المرشدا، ستحيي شبيبتنا لنا معها الموعدا. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على رسله الذين اصطفى. ها قد أتت في رحاب الله جلستنا ترعى الشباب شباب الدين والدنيا، إن التدين عادات لمن علموا أن الكريم يشاسي الجنة العليا. في رواحل الانبعاث الأعظم لقوى الخير في الإنسان، في رواحل الفتح الأكبر الذي أذهل نوابغ القواد وأعلام المؤرخين، هذه الرواحل التي تاهت بها الدنيا اعتزازا وافتخارا، هذه الرواحل كان الواحد من أهلها ينام في وهج الشمس منزويا، لا يعرف المجد إلا في حب وحرب وكأس وقصيدة. فلما جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولامست يده الحانية قلوب أصحابها المكدودة المتوجعة المتعبة، جاءت فأخرجت لنا من ضمنها بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. بلال كان قبل الإسلام عبدا مملوكا، يباع كالسلعة ويشترى، ليست له قيمة وليست له مكانة، كان يعذب ويؤذى، كان يهان ويشتم. فلما جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم اقتنع بها وآمن، فآمن بالله عز وجل رب العالمين. عندئذ كادوا له المكائد وعذبوه أشد التعذيب. قال عبد الله المسعود كما في المسند: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله تعالى بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله تعالى بقومه، وأما سائرهم فأخذهم كفار قريش فألبسوهم أدرع الحديد وجعلوا يضربونهم ويعذبونهم، وكل واحد من الصحابة الأول ومن الرعيل الأول وأتاهم على ما أرادوا منه، يعني قال ما أرادوا أن يقول، إلا بلالا رضي الله عنه، فإنه كان يقول أحد أحد أحد. عندما سئل عنها بعد إسلامه قال: بحثت عن أعظم كلمة تغيظ المشركين إذ ذاك، فلم أجدها إلا أحد أحد، فكنت أكررها أغيظهم بذلك. لم يفتئ المشركون يعذبون بلالا على رسالته وعلى أيمانه بالله عز وجل، فلم يزل صابرا محتسبا حتى عز الله تعالى به دينه. بلال بن رباح رضي الله عنه رمز للاستعلاء بدينه، رمز للافتخار برسالة الله تعالى التي اقتنع بها. فلذلك عندما سأله المسلمون: كيف صبرت على حر الشمس وعلى جبال مكة الحارة؟ فكان يقول: قارنت طعم الإيمان بحرارة العذاب، فوجدت طعم الإيمان ألذ وأشهى، فكنت أصبر على كل عذاب، هل أنت إلا أعظم دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. بلال بن رباح رضي الله عنه لقي مشاهد كثيرة في حياته، حتى في وسط الإسلام وفي دار الإسلام قال له أبو ذر: يا ابن السوداء. فعلمنا بلال درسا مهمة، فلما قاله يا ابن السوداء شكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلمه أن بنيان الإسلام ورسالة الإسلام يحطمها هذا الكلام الذي يردها إلى الجاهلية وهذه العبارات التي لا تليق، فشكاه لمحمد صلى الله عليه وسلم. فعندما شكاه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر وقال له: أتعيره بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. عندئذ تألم أبو ذر واتكى على الأرض وقال لبلال: ضع رجلك على عنقي تبا لهذه النفس التي تؤذيك. عندئذ قال بلال بإيمانه الذي عودنا إياه: ما كان لبلال بن رباح أن يضع رجله على عاتق يشهد صاحبها أن لا إله إلا الله. كان بلال يتعالى في كل مرة، يتعالى على المشركين فيقول أحد أحد، ويتعالى على المسلمين فلا يؤاخذهم بما ارتكبوه في حقه من مثل يا ابن السوداء. بلال بن رباح رضي الله عنه اعتقه أبو بكر رضي الله عنه: لو أن البحر أبغضه اعتقادا لما أبقى الإله به بلالا. فلما أبقى الإله بلة بالبحر إلى أبغض أبا بكر اعتقادا. أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعندما أراد بلال أن يذهب إلى الشام أراد أبو بكر أن يضن به فأن يبقيه في المدينة صادحا بالأذان، مؤذنا معلما بالرسالة وشموخها، معلنا بهذه الرسالة وشيوعها. فقال له بلال: إن كنت اعتقتني لنفسك فأبقني، وإن كنت اعتقتني لله فأنا أريد أن أذهب إلى ثغور الإسلام وقاتل أعداء الله عز وجل. بلال بن رباح ارتبط بالسمو وارتبط بالطهر
وارتبط باستعلاء إيمانه وقوة إسلامه، وارتبط كذلك بمآذن المساجد، فكان دوما مرتبطا بالأذان أشهد أن محمد رسول الله. بلال رضي الله عنه كانت الجنة تشتاقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن وفي مستدرك الحاكم قال: اشتاقت الجنة لثلاثة، لعمار ولصهيب ولبلال. فكانت الجنة تشتاق لبلال رضي الله عنه. وبلال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن عليه بالجنة، فقال: بما سبقتني الجنة؟ قال: ما أذكر أني أحدثت إلا توضأت، ثم إذا توضأت وأعقبت ذلك الوضوء بصلاة. وهذه رسالة كبرى من بلال في الطهر والصلاة، في الإيمان والتعلق بالله عز وجل. ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا وصليت ركعتين، قال: بذلك سبقتني للجنة. إذن سبق بلال للجنة، ثم إن بلالا تشتاقه الجنة، ثم إن بلالا يغضب الله عز وجل إذا غضب. كان بلال إذا غضب غضب الله. إن أبا بكر رضي الله عنه مر ببلال وهو يقول: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فقال: لا تقل هذا لسيد قريش، يعني أبا سفيان. فعندما جاء لمحمد صلى الله عليه وسلم وأخبره بالقصة قال: أو أغضبتهم؟ وفيهم بلال: لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت الله عز وجل. عجيب، بلال بن رباح هذا العبد الذي كان يباع ويشترى، ها هو اليوم يغضب الله عز وجل له، ها هو اليوم تشتاق الجنة له، ها هو اليوم يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما سبقتني للجنة. بلال بن رباح في لحظاته الأخيرة يرسل رسالة مؤثرة، فعندما جاءته المنية كانت زوجته تقول: واكرب أبتاه، فكان يقول: بلوى فرحاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه، بشرها دليلها وقال: غدا ترين الطلح والجبال. إن الدروس المأخوذة والمستفادة من قصة بلال رضي الله عنه أولها الإيمان بالله عز وجل يوصل كل إنسان إلى ربه إلا من أتى الله بقلب سليم. الدرس الثاني: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أعمالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. قارنوا إخوة الإيمان بين بلال ذلك العبد المملوك وبين بلال يوم فتح مكة يدعى بين تلك الجموع الهادرة 10,000: نادوا لي بلالا من محمد صلى الله عليه وسلم ليؤذن على الكعبة، والناس شهود، والناس ينظرون، فيهم الخلفاء الأربعة، وفيهم العشرة المبشرون بالجنة، وفيهم أصحاب بيعة الرضوان، وأهل بدر، وأهل أحد. ثم ينادى بلال ليصدح بالأذان من فوق الكعبة. إن ذلك المشهد تمنى رجال من كفار قريش قبل أن يسلموا أن لا يروه من شدة ارتفاع بلال فيه. إن بلالا رفعه الإسلام في الدنيا فصدح على الكعبة المشرفة، ورفعه في الآخرة فاشتاقت الجنة إلى بلال رضي الله عن بلال. علمنا السمو والخصال الحميدة. إن بلالا استفاد، فعلم أن ربه يقبله بقلبه المؤمن وبروحه الطاهرة، فوصل إلى الله عز وجل. ولعلها الرسالة الكبرى في قصة بلال أن الله سبحانه وتعالى ما جعل معيار الوصول إليه جسما ولا لونا ولا قبيلة ولا عشيرة ولا جغرافيا، وإنما جعل الوصول إليه بقلب سليم وبإيمان مرتفع، وبذلك يصل الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. توفي بلال سنة 20 للهجرة وفي مدينة من مدن سوريا، ودع الدنيا عن روح وثابة وعن إيمان صادق وعن قلب متعلق بالله عز وجل، فترك هذه الدنيا شاهدة عليه بآثار الثبات والصدق، وترك مآذن المساجد شاهدة عليه بصدحه بالأذان رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.